بسم الله، نور على نور، والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور. يا الغالي أختي الفاضلة، يعني لما يتحدث الإنسان عن يعقوب عليه السلام وقصة يوسف دائما يعني يضرب الحنين إلى هذه القصة المؤثرة اللي في الحقيقة برغم هذه القصة قال عنها رب العالمين في القرآن، يعني إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه القصة تختصر حياة البشر، تختصر يعني ما تمر علينا من أمور يومية، فضلا عن أمور ربما على مدى الحياة. في هذه الحلقة نتحدث عن يعقوب عليه السلام، يعني أنه كان خير صديق ليوسف عليه السلام، كان الصديق المؤتمن، الصديق الذي لم يخن صديقه. برغم طبعا يعقوب عليه السلام هو أبو يوسف عليه السلام. نحن في رحلة الحياة نحتاج إلى مستشارين، ونحتاج إلى أناس يعني نرجع لهم، وخاصة يعني مع العاطفة التي ترد، وخاصة على فئة الشباب يحتاج إلى من يكون إلى جانبه. يعني نحن نقولها دائما، الإنسان بحاجة إلى العضيد اللي يستند عليه في الشدايد، العضيد اللي لربما يفهم ما يقوله هذا الإنسان قبل أن يتكلم. ودائما هنا قاعدة يعني ذكرت، المتشابهون يتصادقون، أصحاب الفضائل يعني يتصادقون، وأصحاب يعني مناقب والأمور السيئة والعياذ بالله يتصادقون. وأيضا هذه قاعدة يقول لك دائما التوافق الخارجي يتبعه توافق داخلي، فمن الجيد أن يختار الإنسان الصديق الذي يأتمن على أمور دينه ودنياه. طبعا هناك صفات للصديق والمستشار الناجح. أول صفة، وهي صفة مهمة، أن يأمرك بالخير ما يأمرك بالشر. يعني إذا جيت استشرته في أمر معين ما يقول لك يا فلان يعني في الشر هيا بنا. يعني هنا مثل جميل يعني سمعته من أحد الأخوة، يقول لك من صادق المصلين صلى، ومن صادق المولين ولا. بعيد الشر علينا عن الجزئية الثانية. نريد يعني من نصادق الإنسان الخير، الإنسان اللي دائما يأمرنا بالخير، الإنسان. لكن أحيانا لما يرجع بعض الناس إلى، يعني خاصة الإنسان اللي أغوته الدنيا، يرجع إلى صديق السوء، إذا نصحه يمكن يتضيق هذا الإنسان، ولكن الأمين دائما يتذكر أنه سيكون أمينا حتى في استشاراته. فأول صفة من صفات الصديق المؤتمن والمستشار المؤتمن أن يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر. فما بالكم إن هذا خير، خاصة أن ذكر رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا يعني من البديهي ومن الجميل أنك تستشير صاحب الخبرة. يعقوب عليه السلام كان لا شك أنه صاحب خبرة، ومع ذلك كان نبيا، فهو خير مستشار ليوسف عليه السلام. وكما قيل، استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا، لأن العاقل دائما يدلك على الخير، وخلاصة تجارب العاقل كما يقال يعطيك الزبدة، يعني ما يتفلسف أو إنه يعطيك أمر لربما غير واقعي أو ما عنده خبرة فيه فيهلك من استشاره. وأيضا من الأمور المهمة، وهي من صفات المستشار والصديق المؤتمن، أن يكون صاحب تخصص وعلم. يعني من الأشياء اللي تمر في حياتنا سبحان الله، أحيانا هناك أناس يعني غير متخصصين، لما تجلس معهم في مجلس تجده يتكلم في كل تخصص. يعني ما شاء الله عليه، أنت تكلمت معاه في الطب تجده الدكتور الماهر، وأنت تكلمت معاه في الهندسة تجده المهندس. وهذا لربما يمكن ما يشعر به الإنسان، يعني المتكلم أو المتحدث في هذه الجوانب، ولكن الناس ما يتقبلون الإنسان اللي يتكلم في كل شيء.
الإنسان اللي إذا سألته في الدين ما شاء الله عليه تكلم، وإن سألته في الاقتصاد تكلم، وإن سألته في السياسة تكلم، يعني حتى في الأمور الحياتية تكلم. ولو وجدت خبرته يعني وتعاملاته في حياته تعاملات بسيطة جدا، فهذه من الأمور المهمة، وهي من صفات المستشار المؤتمن. فيعقوب عليه السلام كان خير مستشار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من خيرة المستشارين الصحابة. الصحابة كانوا طبعا أصحاب تقوى وأصحاب صلاح وأصحاب يعني خير، فكانوا هم خير من كان يعني كان يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور المهمة أيضا أن يكون سليم الفكر، يعني ما يكون إنسان صاحب فكر أو صاحب هوى أو صاحب يعني رغبات. فهل تتوقع أنك لما تستشير إنسان صاحب فكر أو صاحب هوى أن يعطيك الاستشارة اللي تدلك على درب النجاح؟ أنا ما أعتقد أن هذا شيء يعني يلامس الصواب. فدائما استشير الناس اللي ما عندهم أهواء معينة، وناس أصحاب تقوى، وناس عندهم فكر معتدل، فكر سمح، يعني ما يقدم يعني نفسه على الاستشارة نفسه. وأيضا من صفات المستشار الناجح المؤتمن إنه يكون سليم من الهموم والأحزان. أحيانا بعض الناس يعني يذهبون إلى أناس يستشيرونهم، ويعني وهؤلاء يعني سبحان الله يكونون يعني فيهم من الهموم والغموم. فهل تتوقع يعني صاحب الغموم والهموم، يعني اللي تعتريه الهموم والغموم وتجده حزين، لما تأتيه وتستشيره في أمر معين أو تسأله عن أمر معين سيعطيك الاستشارة الصحيحة؟ يعني كما يقال صاحب البالين كذاب. وأيضا من صفات المستشار الناجح شعوره بأهمية الاستشارة، وهذه رسالة يعني إلى كل المستشارين كأخ وكزميل. الاستشارة ترى أمانة. أحيانا يعني بعض الناس قد يذهبون إلى غير أصحاب التخصص كما ذكرنا في هذه الحلقة، وتجد سبحان الله يخبب الزوجة على زوجها، وتجد المرأة تخبب سبحان الله الزوجة على زوجها، وتجد الرجل يخبب الزوج على زوجته. يعني هذه من الطوام، يعني هذه أمانة، وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. إذا كانت السماوات والجبال يعني سبحان الله يعني يمكن لربما لم يتقبلوا هذه الأمانة. فأتمنى من كل أحد يعني وضع في موضع الاستشارة، سواء كصديق أو سواء كأب أو كزميل عمل أو حتى كمسؤول، أن يكون من يعني من الذين يطبقون الاستشارة الناجحة. وأيضا يعني من الأمور المهمة يعني كما يذكر يعني الإنسان يعني يوسف عليه السلام كان صاحب جمال، ومعروف أنه أعطي شطر الجمال. يعني اليوم حتى لما يربط الجمال يربط الجمال بالجمال اليوسفي. فمن المهم جدا أن نعرف أن الاستشارة لها قواعد مهمة جدا في حياتنا، وأننا نستشير أصحاب الخبرة. عزيزي المشاهد، عزيزة المشاهدة، دعونا يعني نبدأ، إذا لم نطبق سابقا أن نطبق واقع في حياتنا، أننا نستشير أصحاب الخبرة. هذا ما لدي في هذه الحلقة، وأتمنى لكم السعادة والنجاح في رحلة حياتكم. هذا إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.